انت كمان حصلت على لقب افضل مذيع على مستوى الاذاعه في مسابقه أيوة اذاعيون ومبدعون. بالظبط. يعني انت وصلت الى مكانه كبيره لله. ولك العديد من المؤلفات والكتب. بالظبط. انا عندي مؤلفين، هو كتابي الاولاني نقوش على الحجر، ده سيرتي الذاتيه، وكتابي الثاني علماء ومواقف بين ثوابت الدين وعواصف السياسه، وكتابي الثالث في محل ظهور يعني شهرين ثلاثه ويظهر، اللي هو حوارات مع قاده الفكر والفلسفه والعلم، ده من ضمن البرامج اللي انا عملتها، بالاضافه الراي اللي بحطه في الكتاب. وفي مجموعه قصصيه لاول مره بقى، دي ده خبر جديد خالص، يعني مجموعه قصصيه بنتهي منها ان شاء الله، وهتصدر في برضه خلال 5 شهور ما شاء الله. لما جيت ترتبط وتتزوج هل كان في اي مشكله في الزواج؟ ما شاء الله انت عندك النهارده يعني واحده من ابنائي خريجين كليه يعني الاعلام اللي انا بقى طالبه عند حضرتك، يعني ده شرف لينا يعني. هي جميله ومتميزه ما شاء الله. الله يخليك. هو انا بقول لاي واحد لديه ظروف خاصه او اعاقه يعني، انه عليك ان يعني تكون واثقه في نفسك وواثق في امكانياتك. و طبيعي انا شايف في المجتمع اللي احنا فيه انه ترفض في الاول، لكن عليك ان تقبل نفسك قبل ان ايه يرفضك الناس يعني. ها وده حصل يعني، وبيحصل مع ناس كتير قوي. ليست نهايه الدنيا، وعليك ان تقوم وتثبت ذاتك وكذا. هو كان في مشكله لكن هي تمسكت وانا تمسكت، العروس تمسكت، تمسكت، وكان نتيجه هذا الحمد لله عبد الرحمن طبيب امتياز وافنان رابعه اعلام، يشرفني يعني انها تكون تلميذ حضرتك. وانا كمان بتشرف.